نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. أهلا بكم أيها الأحبة، واليوم في نصائح تهمكم أخذنا هذه النصائح من مقالة نشرت للكاتب لاري ألتون. والمعروف عن لاري ألتون اهتمامه بالجانب المتعلق بالعصامية، فبالتالي كتب مقالة عن هذا الموضوع. هذه المقالة جمع فيها خلاصة الملامح المشتركة في الكثير من قصص نجاح العصاميين. ولخصت هذه المقالة مستمعينا أهم شروط نجاح العصاميين ومؤسسي المشاريع الخاصة. ولمن هو مهتم بهذا الجانب، اخترنا أن تكون هذه المحطة كنصائح لكم، مأخوذة طبعا من مقال الكاتب لاري ألتون. النصيحة الأولى: أن تحب ما تفعله لتكون عصاميا ناجحا. لعل كلمة تحب لا تفي هذا الشرط حقه، فالمقصد هنا هو العشق، هو الافتتان، العشق الذي يدفعك لأن تستمر في المحاولات رغم كل الصعوبات والمصائب، العشق الذي يدفعك لأن تبحث عن كل جديد وفريد لتقدم شيئا فريدا، سواء كان ذلك منتجا أو خدمة. نصائح تهمكم: أن تعطي المشروع كل عقلك وتركيزك واهتمامك، فنصف القلب أو نصف العقل أو جزء من التفكير لا مكان له في طريق النجاح. النصيحة الثانية هي أخذ خطوات صغيرة. نعم، هناك قصص نجاح لعصاميين غامروا بكل شيء ونجحوا في وقت قصير، لكن هؤلاء هم الاستثناء للقاعدة. تكمن المشكلة أحياناً في أنك حين تقرأ أي قصة نجاح فأنت فعلياً تقرأ الملخص السريع الذي يختصر الشهور والسنوات، وربما أسقطت بعض الخطوات المهمة أو تم ضمها معاً في خطوة واحدة. لذلك نقول اعتبر كل تقدم صغير على أنه نجاح، درجة على السلم ارتفعت بها ووجب عليك أن تحتفل بها. تعلم من الآخرين. النصيحة الثالثة: لطالما حفلت قصص العصاميين الناجحين بمواقف لهم في شبابهم، حيث عملوا مع أشخاص تركوا أثرا طيبا في بقية مشوارهم ومسيرتهم. ما غاب عنك عن أمور تتعلمها إما بالتجربة والخطأ أو من الشخص الذي سبق له أن جرب وتعلم. نحن البشر نتعلم من أخطاء غيرنا فلا نكررها، وحين نخطئ نخبر غيرنا بها ونعلمهم حتى لا يكرروا هذه الأخطاء. طبعا ليس كل البشر بهذه الطيبة، منهم من يكتم المعلومة ومنهم من يحبس العلم، لكن مقابلهم ستجد آخرين ينتظرون من يريد التعلم منهم، وهؤلاء عليك البحث عنهم وملازمتهم حتى يحين دورك لتترقى من طالب علم إلى معلم. النصيحة الرابعة: تعلم التسويق لنفسك ولعملك. هذه النصيحة ثقيلة على النفس، تتطلب أن تبدأ في تطبيقها منذ نعومة أظافرك حتى تكبر وأنت تملك رصيدا من الخبرة فيها. الناس تحب الاستماع للواثق من نفسه لا المتردد. فريق العمل سيبدع حين يعلم أن خلفه مدير مؤسس واثق من نفسه، لديه رؤية، لديه خطط عمل ثابت الخطى، واضح الهدف. على مؤسس الشركة أن يركز دائما على البيع وعلى كل ما يؤدي لزيادة المبيعات، وأن يشجع الفريق على فعل المثل وعلى التركيز على العميل أو المستفيد من الخدمة. التسويق ليس مقصورا على خارج الشركة، فأنت كذلك بحاجة لتشجيع فريق عملك ولإقناع برؤيتك وطريقتك في تصريف الأمور وممارسة التجارة.
كن مبادرا ولا تكن سلبيا. هذه النصيحة الخامسة. العصاميون أناس يغيرون الأعراف السائدة ويأتون بالجديد ويحركون المياه الراكدة. لا وجود لكسل أو تكاسل في عقيدة أي شركة جديدة. الشركة الناشئة لا تملك رفاهية عطلة نهاية الأسبوع أو الحصول على إجازة، فحتى تقف الشركة على قدميها وتملك فريق عمل قادر على تصريف الأمور، على مؤسس الشركة الاستمرار في العمل حتى يشتد ساعد الشركة. العصامي شخص لا يملك الموارد الكافية لتحليل كل صغيرة وكبيرة، سيكون عليه أن يثق في حدسه وشعوره الداخلي، حتى وإن أخطأ هذا الشعور ففي المرة التالية سيصيب الهدف، وفي هذا مكسب كبير للعصامي ولمشاريعه بالطبع دون إفراط أو تهور. هذه نصائحنا لكم إن شاء الله تكون مهمة ومفيدة، خصوصا بالنسبة للشباب مؤسسي مشاريعهم الخاصة رواد الأعمال. لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا اللمس عذرة، لو عطينا الوقت عمرة، لو لمسنا نور قمرة، لو هدينا العمر زهرة، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار،